السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا رب حضراتكم تكونوا بخير. فيديو جديد، حلقة جديدة، هنتكلم فيه بالتأكيد على الأحداث اللي دايرة في الشارع المصري والوضع الخبري، وهنتكلم بالتأكيد عن النادي الأهلي وتغريم محمد الشناوي، وكمان تهديد فريرة بإيقاف شيكابالا، وهنتكلم إن بنسبة 90% إن موليكا هيروح الأهلي هو محمد رضا بوبو، وغضب من بعض لعيبة نادي الزمالك بالنسبة للعقود المسربة بالنسبة لمصطفى شلبي، خاصة فتوح والونش، وهنتكلم كمان على توابع حل أزمة القيد، وكمان النادي الأهلي في شكوى رسمية ضد نادي الهلال السوداني بما فعله الطبيب واللعيب اللي ضرب علي لطفي بعد المباراة مرتين، مرة في وشه ومرة على دماغه. وهنتكلم برضو شكوى ضد الإعلام الزملكاوي بريادة كابتن خالد بندق او كابتن خالد الغندور بندق، ان هو طالع بيشمت في النادي الاهلي. يا عم طب ما انت خسران من شباب بلوزداد، محدش طلع من صحافه النادي الاهلي ينتقد نادي الزمالك، كل واحد ركز في فرقته وكل واحد وصف فرقته زي على راي الاعلام المعروف، ما كل واحد ركز يا كابتن خالد في فرقته. ما احنا برضو في في في, في بطوله افريقيا زي الزفت، لاعبين مباريتين ما خدناش غير بونت. عندك الترجي التونسي فريق جامد جدا، اقوى فرقه في الاربع فرق، اقوى من نادي الزمالك، اقوى من بلوزداد، واقوى من المريخ. المريخ ده تحس ان هو مركز شباب، فريق اقل من العادي. الفرق السودانيه والله يا جماعه احنا مدينهم اكبر من حجمهم، هم كبلد بلد عربي شقيق، ناس محترمين جدا، اما بالنسبه للكوره هم قليلين جدا، عاديين جدا. وواحد يطلع يقول لك ده ملعب ام درمان مقبره الغزاة، والتاني يقول لك الملعب اللي في ليبيا ده ما فيش حد هيقدر يكسبنا لو في طرابلس، كل ده كلام فاضي. النادي الاهلي معروف طول عمره، هو التاريخ الكبير في افريقيا. نادي الزمالك من بعده هو التاريخ الكبير في افريقيا. نادي الترجي، نادي الوداد، الانديه دي ليها وزن. هلال ايه ومريخ ايه، فرق ناس محترمين جدا، بس في الكره اقل من الاهلي بمراحل، اقل من الزمالك بمراحل. فريق نادي المريخ ما فيهمش غير اتنين برازيليين لعيبه تقعد تدنجل على الكوره، والباقي كله لعيبه عاديه خالص، اقل من العادي كمان، اقل من العادي. فيوتشر ولا بيراميدز اللي كانوا بيلعبوا الفرقه دي كانوا 3 4 كسبوها اقل حاجه. الهلال السوداني ما فيهمش لعيب مميز، والله ما فيهم لعيب مميز، حتى اللعيب اللي جاب الجول الشناوي اللي طمعه، الشناوي بقى لازم يقعد بقى، لازم يبقى عليه غرامه، لان هو اللي لبس النادي الاهلي الثلاثه بونت. الشناوي جون كويس جدا بس بيتدلع، لو اخذ خطوتين لقدام كان مسك الكره دي او ضربها بالبوكس. الف ب حراسه مرمى ان انا اخد خطوتين لقدام ما اقفش تحت الثلاث خشبات، انا كده بوسع زوايا المرمى بالنسبه للعيب اللي يلعب الضربه الثابته. الطبيعي اي حارس مرمى حتى لما بتجيله تصويبه من الجنب او تصويبه وش فيس تو فيس او تصويبه مباشره مواجهه للمرمى بياخد خطوتين ثلاثه لقدام، 3 4 متر، بيقفل جميع الزوايا على لعيب الخصم سواء مهاجم او سواء اي لعيب هيسدد. الف ب كوره يعني، خطا ساذج جدا من محمد الشناوي، لازم بقى يقعد. علي لطفي يا عم يركب، ايه المشكله؟ الشناوي كان قبل نادي الاهلي ما كانش حد عارفه، كان بيلعب في بتروجيت، كان دخل فيه 43 جول في موسم. لما جه النادي الاهلي مع ثقه كابتن حسام البدري، ماتش في 2 في 3 احتكاكات افريقيا، بقى كسر الدنيا وبقى جون مصر الاول. كل اللي انا عايز اقوله ان عواد لما كان في النادي الزمالك وفي مباراه فيوتشر غلط، والمباراه اللي بعدها نادي الزمالك كسب ومحمد صبحي قدم اداء متميز، في مباراه افريقيا عواد شال جولين ثلاثه. ده اللي انا عايز اقوله، ان الجول طول ما هو عارف نفسه ان هو الاساسي او هو اللي مفيش غيره او الكلام ده كله بيبدا يتدلع، ده غصب عنه، انا ماليش بديل. او لما علي لطفي هيركب ماتش واتنين هتلاقي الشناوي ده بيغلي، هتلاقيه رجع زي الاول. هو اصلا امكانياته جول كبير جدا، احنا ما نقدرش نتكلم. بنسبه كبيره هيتم تغريم محمد الشناوي. عايز بقى اتكلم بالنسبه لازمه كهرباء اللي بقى لنا 3 سنين بنتكلم فيها. انا بتكلم بالنسبه لاداره النادي الاهلي، يا كابتن محمود الخطيب خلصنا. هتأيد اللاعب وهتدفع غرامته رسميا ولا ايه؟ لعيب كبير افضل من اللي عندك، احسن من شريف واحسن من عبد القادر واحسن من اي لعيب عندك. كهربا وبيرسي تاو افضل اتنين عندك في المركز في الشغل الامامي. خلص بقى كابتن الخطيب، يعني المبلغ مش كبير قوي، انت عمال تجيب، عايز تجيب موليكا ب 5 مليون دولار وعايز تجيب بوبو ب 3 مليون دولار، ما تخلص كهربا، كهربا افيد من اللعيبه دي بكتير. طيب عندي خبر مفرح جدا بالنسبه لجماهير النادي الاهلي، ان موليكا رسميا هيخلص في النادي الاهلي. طب بكام؟ ب 4 مليون و800 الف دولار. لعيب كبير جدا بيلعب في نادي تركي كويس جدا، قلنا لحضراتكم ان الدوري التركي بنسبه كبيره مش هيكمل، قلنا لحضراتكم ان خلاص
بنسبه كبيره يحصل استثناءات بالنسبه للفيفا، اللعيبه المتضرره بالنسبه لتركيا هتروح 3 4 شهور زي لعيبه اوكرانيا كده، 3 4 شهور انديه، ولو حصل ان شاء الله هدوء في تركيا والدنيا ترجع تمشي تاني، اللعيبه دي هترجع تاني انديتها. اتمنى ان شاء الله موليكا يجي النادي الاهلي، لان البروفايل ده النادي الاهلي محتاجه. طيب محمد رضا بوبو، شوف مع الزخم الكبير في نص الملعب بالنسبه للنادي الاهلي ده لازم يجي. لو جه طلع بقى ديانج، طلع ديانج الخليج، طلع ديانج اوروبا، طلع ديانج تركيا، طلعوا اي دوله اوروبيه تستفاد من ديانج، لعيب كبير جدا. بس بوبو ترس، لعيب كبير جدا بيدافع وبيهاجم بنفس الكفاءه، هو ومروان عطيه وقندوس يبقى مستقبل النادي الاهلي، مع عمد فتحي طبعا اللي عنده 26 سنه قدامه لسه 10 سنين في النادي الاهلي. اتمنى التوفيق للنادي الاهلي، عنده مباراه صعبه جدا، عنده مباراه غدا بكره او بكره ان شاء الله باذن الله، عنده مباراه صعبه جدا قدام اسوان، بعد اسوان هيلعب سان داونز، بعد سان داونز هيلعب الداخليه، ضغط مباريات غير عادي، وساعات النادي الاهلي بيلعب كل 10 ايام وساعات يلعب كل 3 ايام، يعني التناقض رهيب بالنسبه للي بيحط الجدول او بيرتب المباريات، سواء المباريات المحليه او مباراه كاس مصر او مباراه كاس الرابط او البطوله العربيه. يعني شوف انت بتتكلم المفروض كل يوم تلعب مباراه، حاجه غريبه صراحه، اول مره تحصل في تاريخ كره القدم، يعني دايما الدوري المصري فيه العجائب. تعال بقى نتكلم بالنسبه لنادي الزمالك، عقد مصطفى شلبي يا جماعه المسرب مش صحيح بالمره، شغل فوتوشوب. الونش اصلا بياخد في الفئه الاولى، فتوح الفئه الاولى، عواد الفئه الاولى، شيكابالا الفئه الاولى، عمر جابر الفئه الاولى، مصطفى شلبي الفرقه الثانيه، الشريحه ب، الشريحه ج، النادي الزمالك اللي هو مين؟ نيمار، محمد طارق، سيف جعفر، اسامه ابن اسامه، يوسف اسامه نبيه، اللعيبه دي كلها بتاخد في المركز اللي هو الاخير او الشريحه الثالثه اللي هي الشريحه سي. اتمنى التوفيق ان شاء الله لنادي الزمالك، حل الازمه خلاص، اللعيبه خلاص يعتبر تأيدت محليا وخلاص ان شاء الله تتأيد افريقيا، نادي الزمالك محتاجهم جدا. والناس اللي طلعت تقول المفروض ان نادي الزمالك مش من حقه، يا باشا ان اللعيبه دي متأيده على السيستم من يوم 31 يناير، 31 يناير على السيستم، الموضوع كله شغله اداري، مجرد ما نادي الزمالك هيدفع 15 مليون جنيه خلاص اللعيبه تقدر تطلع لها كارنيهات. عاملين ازمه وقصه ليه؟ غير كده نادي الزمالك مش جايب مارادونا وميسي كريستيانو، لعيبه مميزه بس لعيبه عاديه شبه اللعيبه الثانيه، ممكن اميز سن، بس نادي الزمالك محتاجهم بعد اعاره اوباما، نادي الزمالك محتاجهم بعد مشايان محمود علاء، محتاج مع شبانه في الخط الامامي، ما عندناش غير سيف الجزيري، وسيف الجزيري بصراحه مهكع السنه دي، ما جاش منسي، لو ركب مش هينزل تاني، افضل ب 100 الف مره. اتمنى ان شاء الله ازمه نادي الزمالك تعدي على خير. طب الفلوس دي كانت على نادي الزمالك فلوس ايه اصلا؟ الفلوس دي كانت فلوس ايه؟ الفلوس دي كان في حاجه اسمها رسوم قيد، كل لعيب بيتقيد وبيطلع له الكارنيه بتاعه، في حاجه اسمها رسوم قيد نسبه على العقد بتاعه لاتحاد الكوره. طب النادي الزمالك عليه كام؟ عليه 68 مليون جنيه. مشار مرتضى منصور طلب من العطار، من الدرندلي، ومن جمال علام يعمل له حاجه اسمها جدوله، جدوله دي يعني تدفع على اجل على اقساط على مده زمنيه مش كبيره، سنتين. نادي الزمالك هيدفع 15 مليون جنيه، وفي الفتره الصيفيه هيدفع 20 مليون جنيه، ادي 65 مليون جنيه، بتتكلم يعني اكتر من نص المبلغ الدفع، والباقي السنه اللي بعدها والموضوع يخلص. لان نادي الزمالك بصراحه متورط، ان الناس اللي عامله نفسها زملكاويه يعني حاجزين على ارصده النادي في البنوك، كمان شكاوى ضد رئيس نادي الزمالك. يا جماعه ما تسيب الناس تشتغل، مش انت زملكاوي؟ ما تسيب الرئيس يشتغل، ما تسيب مشار مرتضى منصور وامير مرتضى منصور يشتغلوا، خلي الناس تشوف شغلها. انت في اخر سنتين جاي لك 2 دوري و2 كاس، عايز تاني؟ وقبلها اخد 2 سوبر، واحد افريقي واحد محلي. نادي الزمالك ما كانش بينافس قبل المشار مرتضى منصور، نص تاريخ نادي الزمالك مع المشار مرتضى منصور من سنه 92 من ايام ما كان عضو. ما تسيبوا الناس تشتغل، سيبوا الناس تشوف اكل عيشها، وتشوف الناس اكل عيش اللعيبه، وتخلي الجماهير تفرح. يعني عجبكم نادي الزمالك في المركز الرابع وفي افريقيا المركز الاخير؟ ما ينفعش، خلي الناس تستقر، خلي الناس تلعب كويس. طيب خد بقى مني المفاجاه دي، حسام حسن على رادار نادي الزمالك، فيريرا شئنا ام ابينا ما فيش حد في الاداره طيب، ولا هو طايق الاداره، يمشي بقى ماتشين في افريقيا ولا حاجه هتلاقيه بلح طار. مين البديل؟ حسام حسن قولا واحدا. ليه؟ لان العلاقه اللي بينه وبين المستشار مرتضى منصور دلوقتي بقت زي الفل، وهما الاثنين على وفاق، وهما الاثنين ان شاء الله حسام حسن لو جه هيكسر الدنيا. اللعيبه دي ناقصها روح، ناقصها روح، وهو اللي بيقول لك كابتن حسام روح، بس كابتن حسام اي فرقه بيروحها بيغير شكلها.
اتمنى التوفيق لكابتن حسام حسن، اتمنى يجي نادي الزمالك هو وجهازه الفني، كابتن ابراهيم حسن وكابتن طارق سليمان والناس الجامده قوي دي في عالم التدريب، اتمنى لهم التوفيق. عايز اخدك سنه كده في امام عاشور. امام عاشور عنده مشكله في اللغه، الناس مش عارفه تتعامل معاه. الصحافه في لقاء صحفي بعد المباراه الاخيره مباراه ميتلاند الاخيره بتتكلموا، اللعيب عمال يهز دماغه يعمل كده يعمل كده، نادى على المترجم، ده قصه يا كابتن امام، لازم تاخد كورسات انجليزي ولازم تتكلم انجليزي، ما تفضحناش الله يرضى عليك. كمان المدير الفني لما طلع في اللقاء في المؤتمر الصحفي بيتكلم، لما نزلت امام عاشور يلعب ربع ساعه ولا 10 دقائق، قال انا شاورت له على قلبه وقلت العب بقلبك، ما عرفتش اديله اي توجيهات لان اللعيب عمال يعمل لي كده، مش فاهم اي كلمه انجليزي، ما عندوش ولا كلمه انجليزي عارفها، اسمه بالانجليزي ما بعرفش اكتبه. لعيب نزل سبحان الله وجاب جول ولا اروع بشماله، باين ان هو لعيب كبير جدا، مع انه لبس رقم 10 يبقى فعلا ليه تقله في فرقته. اتمنى التوفيق لامام عاشور، لعيب كبير جدا، وخدها مني هيلعب في الدوري الانجليزي باذن الله، باذن الله هيلعب في الدوري الانجليزي. كل التوفيق لجميع الانديه المصريه. ده كان فيديو النهارده، لو عجب الفيديو يا ريت تشترك في القناه وتفعل زر الجرس يسألك كل جديد، لو تابعنا على اليوتيوب، لو تابعنا على الفيسبوك يا ريت تعمل لايك وشير الفيديو، وصل لاكبر عدد المتابعين. انا محمد يونس، دمتم في امان الله، السلام عليكم.